الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمما لا شك فيه أن من الصفات التي يتميز بها المسلم عن غيره في الأزمات والفتن وعند الكروب عموما صفة التفاؤل وحسن الظن بالله جل وعلا، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع مواقفه وأحواله، لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن التشاؤم لا يأتي بخير أبدا. وهكذا يريد منا القرآن: لا تقنطوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تيأسوا، اعلم أن أيام هذا الوباء ستمر، وتأتي أيام تبهج القلب بإذن الله جل وعلا. بل حتى في عبارات العرب التي تدل على التفاؤل يطلقون على الصحراء المهلكة مفازة، وللراحلين قافلة، ويسمون المريض معافى واللديغ سليما. فيا أيها الكرام، إن من حزمة الإجراءات وجملة الاحترازات المباركة التي وضعتها الدولة أيدها الله منع التجول ووجوب البقاء في المنازل للمصلحة العامة، فلا تتذمر وتركز على ما تراه أنت فقط. كذلك احذر من الإحباط ومن نشره بين الناس، فاجعل بقاءك في بيتك أمرا إيجابيا، فتفاءل وتوكل على الله، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.